بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي متابعي ومشاهدي الرابع الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج نداء رقم واحد. اليوم نداءتنا ستكون ضمن العاصمة الحبيبة بغداد. راح نخليكم ضمن الإجراءات القانونية وجهود اللي تبذلها القوات الأمنية ضمن قواطع المهام ونقاط المسؤولية، ولكن بعد فاصل قصير. أحد المشعوذين تواصلوا وياها، بعدين قالوا همي هاي ترى مشربيها سحر، انه قال لازم تجين وحدك وطلب منها امور غير اخلاقيه. قامت هي المره يوميه تتخربط عندي ووديها للمستشفى. جوارين قالوا هذا يتردد دائما على البيت مالك. استفادت شيء؟ حصلت نتيجه؟ لما رحت لهذا الدجال الثاني واخذ زوجته وياه. الدجال الثاني سوى هم اخذ من عنده فلوس. الأحبة الكرام، القضايا المجتمعية كثيرة ومنها قضايا السحر والشعوذة والدجل والناس اللي تنهجم بيوتها بسبب هذه المواضيع وهذه الفعاليات اللي يقوم بها البعض من أصحاب النفوس الضعيفة المجرمين اللي يأذون الناس ويتم إلقاء القبض عليهم من قبل القوات الأمنية من خلال تبليغ المواطنين. هسه البعض من الحالات ما توصل وما يتم التبليغ عنها، والبعض يتم التبليغ. لما يتم التبليغ يصير إجراء. عائلة عايشين بأمان الله، زوج وزوجته وأطفالهم. الزوجة طلعت لها ورث، طلع لها ورث 50 مليون من أملاك أهلها، ووزعوا أهلها الورث وطاها 50 مليون. بعد ما طاها 50 مليون، أحد المشعوذين تواصلوا إياها وعرف أنه عند هذا المبلغ، وبدأ يقلب الحياة مالتها وحياة زوجها إلى جحيم. هذا حديث زوجها. بالتالي بعد ما صار هذا الموضوع ووصلت لها المرحلة هذه وخرجت من منزلها وتركت زوجها وبدأت تترك زوجها ما تتواصل وياه وتترك بيتها وتهمل بيتها، اكتشف زوجها هذا الموضوع. زوجها في البداية ما بلغ. شلون تصرف؟ راح هو قال انه انا هم تعرضت للسحر بسببها. راح هو الدجال الثاني، والدجال الثاني اخذ منه مبلغ ونفس الموضوع، والى ان اقتنع في يوم من الايام اجى بلغ وتوجه الى مقر قياده الشرطه وقال انا هيك صار عندي موضوع، فبلغناه تجي تقدم شكوى باجراءات اصوليه وتحصل حقك. بعد مرور هذه الاجراءات وصل التحقيق الى معرفه هويه الشخص اللي قام بهذا الفعل والتصرف بهذه الطريقة، والإجراءات يعني سائرة وفق الإجراءات القانونية. موضوع التحقيقي ما لنا علاقة به، هذا سلطة القضاء، ولكن نتحدث عن قضية مجتمعية مهمة. عقيد على موضوع مهم جدا. هسه هو روايته صحت أو ما صحت، إحنا دنقول إنه هو كان عايش حياة طبيعية، بعد ذلك حياته انقلبت إنه زوجته تركته وتركت البيت والفلوس اللي عندها اللي خلتهم بالمصرف الـ50 مليون راحن. نعم، أخذت الـ50 مليون وارتحلت لجهة مجهولة، ولكن هذا الشيء غير صحيح، يعني مو منطقي أصلا. يعني العوالي بيش راح تتفكك، الأسر راح تتفكك، الهواء راح تنهجم. موضوعنا الشرقي مثل ما تقول، إذا دخل الشعوذة والسحر بالبيوت انتهت الأسرة، تفككت. فانصح جميع الاسر ابتعاد عن هذه المواضيع. يعني سواء كان عايش حياه طبيعيه، حياه طبيعيه وامنه على قوله واقوال الشهود اللي دوناهم كذلك، حياه طبيعيه وامنه، ولكن من دخل هذا الشخص في حياته مشعوذ قلب البيت على الاخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا التقيت انت قبل فتره قصدتنا والتقينا بك، وقلت لنا بعد ما مريت بهاي التجربه كلها انت، وبعد ما قلت لي يقول وقع الفاس بالراس جيتنا، ما جيت للقضاء بالبدايه والقانون عفوا، وما صارت اجراءات بوقتها. بعدين دليناك بالطريق، قلنا لك تصرف بهالطريقه هذه، تصرفت بهالطريقه، هم رجعنا شفناك ذيك الفتره اللي تحكي، احنا قلنا لك ما تحكي الا تكمل اجراءاتك، وكملت اجراءاتك انت. الان تريد تحكي، اذا تسمح لنا ناخذ صوتك فقط، يطلع صوتك ما عندنا مشكله، ما تريد ما نحكي.
نعم. عندك مشكلة يا أخي صوتك؟ نعم بس صوتك. نعم. صوت عادي؟ بس صوت. أنت شنو شلون كنت عايش وشنو وضعك وشنو اللي صار؟ والله أنا كنت عايش يعني حياة سعيدة يعني ما عندنا شيء شايف. عندنا هاي المبلغ قلنا أي شيء يجي أبو البيت يريد يطلعنا عندنا مبلغ نطلع من البيت. فقامت تتغير. شنو هذا المبلغ؟ مين جاكم؟ شنو الموضوع؟ المبلغ ورث يعني ورث يعني اشتغلنا به ورث مال أهلها قسمناه 50 مليون يعني. فهم أهلها كل من اشترى بيت بقينا بس احنا. قلت لها خلينا نشتري بيت. قالت لا أنا ما قاعدكم هاي برمان الآن. قالت لا ما قاعدكم بيت وشلون أسكنكم بيت؟ يا بجيبيهم وهذا أبو البيت يريد يطلعنا. قالت لا ما. قالت لا أنا مريضة أريد أسافر. قلت لها عادي روحي سافري. إيه أنا ما فضح لي بالفلوس. أنا بعدين كنت ما أشاك بيهن بالفلوس. إيه واحد من الجوارين قال عمي روح شوف تأكد بالفلوس. رحت والله تأكدت بالفلوس بالدفتر اللي لقيتها ساحبتهن الأخت ساحبة قسم من عندهن. إيه وهي من جتي. قلت لها تعاي. هي من جتي من السفر راحت للويل على أساس تتعالج. فاري اتضحت لي ويا من راحت ويا واحد سحار ناصر. السحار نصب عليها قالها تتوجهين لأربيل تعطيني فلوس. ايه تتوجهين لأربيل تعطيني فلوس. ايه أساس شغلتين ما ادري شلون مطيتين هناك بس هي بدون علمي ما اخذتين. ايه من رجعت سوت نفسها مريضة وهاي قالت أنا اتخربطت. رحت وديتها لثاني يوم وتوديتها. قلت لها يابا أنت إيش ماكلة شيء؟ قالت لا ما ماكلة شيء. قامت هي المرأة يومية تتخربط عندي ووديها للمستشفى. يومية تتخربط ووديها للمستشفى. بعدين قالوا همي هاي ترى مشربينها سحر وهاي. وديها القاري. رحت نفس الشيء وديتها الواحدة. الخمسين مليون راحن. قلت لي أنت صفر الحساب. أي صفر الحساب يعني. وبدت ما تريد البيت ما تريدك ما تريد أطفال. أي بدت ما تريد البيت وما تريد أطفالي. بعدين أنا بالحديقة عمات حفارت وهاي لقيت مثل ما يقول دافنيها شلتها وشمرتها. أي والله الأوضاع أسوأ بهذا البيت. أي هي أنا شو اسمه طلعت من البيت. قالوا اطلع لازم تطلع من البيت لان هذا سحر. وهذا طلعت من البيت. فمن طلعت هي راحت يم اهلها فتره راحت يمها. اي زين شلون عرفت انه هي يعني متعامله ويا هذا المشعوذ وهذه وهو اللي قلب هاي الهوسه عليكم كلها؟ عن طريق الموبايل واتصالات. عن طريق الموبايل والاتصالات لقيت رسائل عدها. الرسائل عدها لقيت ومحادثات تحادثة. اي اكثر شيء. وثاني شيء اما طلعت فترة وكشفت يعني العالم الجوارين قالوا هذا يتردد دائما على البيت مالكم. ياخذ الفلوس. ياخذ الفلوس. اي من ضمنهم النقطة مال الحرس همات شافوا همات فضحة. اي ونهزم. بعد ذلك انت جتك فكره اقتنعت انه انت هم مسوي لك سحر وما اعرف شنو هاي السوالف وكذا وقررت تروح الواحد يعالج لك هذا الموضوع. اي اخذتها واخذت انا وياها رحنا. انطيته مبلغ من المال بس انا ماكو شيء. وهي داري ارجعها صارت مشكله انا وياها. مشكله انا وياها يعني الساعه 12 من رجعنا من هذا صارت مشكلة يعني كبيرة يعني حيل. ولزمتها وطلعت بالليل. قلت لها عاد راح خبر النجدة حتى تجي. هي انهزمت. أنا قلت راح أسوي شيء بنفسها بس هي قامت صيح. من رجعنا من هذا أمات قامت صيح وتخبلت وانهزمت. أخذت جهالة وانهزمت بالليل الساعة 12 بالليل. يعني أنت هسه اللي أول واحد نصب عليكم أخذ فلوس من زوجتك والثاني نصب عليك وعلى زوجتك أخذ فلوس من عندك؟ من عندي إيه على أساس عالجني وهاي ما لأن
ليش ما جيت للقانون واشتكيت من البداية؟ بالبداية أنا قلت أبي أعالج نفسي وعالج، لأن هذا قالوا سحر وأدب خلت أعالج بيها أنا ويا ليش فضيحة من هاي الفضيحة وليش أتعب نفسي؟ إي أريد أستر نفسي أو أسرع. شفت الوضع جاي السوء يوم عن يوم، جاي السوء أسوأ يعني، حتى أنا ما جاي طيب يعني ماكو شيء، حتى أنا ما جاي طيب. وهي منا أخذت جاء أهلي وانهزمت بعد ما أدري بيها صعبة. بس لما توجهت للقانون، القانون أخذ لك حقك وصارت إجراءات قانونية وصار إجراء. نعم نعم. مؤلم لما بيت مستقر وهذه، وسبب سوالف تعبانة هذه قضية الشعوذة وهذه التفاصيل ونزول البعض إلى هذا المستوى الضحل إنه يفكرون بقضية إنه هذا المشعوذ اللي ما يقدر يسوي شيء نفسه يسوي لهم شيء ويطبون بهذا المعترك. شو ممكن توجه رسالة خصوصاً إنه بعض القضايا التحقيقية تجنبك شرفت عليها، شو ممكن توجه رسالة؟ تعقباً على كلامك عقيد عزيز، قلت ليش ما التجئت للقانون؟ سبق وأن جاني قبل فترة، هو قبل لا يقيم الشكوى جاني متردد. هو جانا للقيادة بلي، وانت وجهته لي وجهته ولزيت لي قلت لي واستقبلته وقعدته، قال لي انا رحت رجال دجلة وشعوذة، قلت له هذا مو صح. هسوي المشكله هذا مو صح. المشكله الاولى اللي هو يدعي على هذا اللي على هذا راحت لزوجته واخذ 50 مليون من عنده او بالشعوذ، والثاني اللي هم راحوا له مره ثانيه، اللي راحوا له الدجال الثاني، هاي بعد ما احنا شرحنا لهم، بعد ما شرحت له ووضحت له كيفيه، قلت له ترى القانون راعي لكل رعيه بالدوله، وانت مجتمع متحضر، هيك حالة تجيك تجي القانون، احنا راح ناخذ لك حقك. ما اقتنع، سوى راح الدجال الثاني مشعوذ ثاني واخذ زوجته وياه، الدجال الثاني سوى هم اخذ من عنده فلوس وقال لهم روح الله ياكم، بقوا نفس الحالة زادت الأسوأ. اضطر يجي وين؟ اجى القانون. سوينا احنا تضلنا دونا قواله وعرضنا على نظر سيد القاضي وجراءة سليمة، وراح ياخذ حقه ان شاء الله بالتمام. انت شو ممكن توصل رساله لذول الناس اللي هسه بحد لانك، وبعض هسه تجيني رسائل وصلت درجه انه يطلب من عندها صوره المشعوذ ورا ما تعطي الصوره مالتها، بعد فتره انه بيقولها راح اهدج في الصوره هذه لازم فيديو، تفتح كاميرا يصورها وراها يقوم يهددها بالفيديو، بعدين يطلب من عندها تجيب ناس اخرين وهم هي وياهم بوضع مخيل او ما شابه ويصورهم، وبعدين يبدأ يبتز ويصير جرائم عديدة. احنا قبل 10 أيام في شرطة بغداد القينا القبض على شخص ايضا في شرطة بغداد كرخ، القينا القبض على شخص ايضا عنده كمبيج مال شعوذة وسحر، وهمين ضبطناه بجرم مشهود انه داخل مبلغ من وحدة. شو ممكن توصل هاي الرسالة؟ شوف يا العقيد، ما انصح اي عائلة اي شخص اي بنية تروح لهيج لهالطريق هذا وتقدم باب المساعدة للشخص اللي المستجوب، لأنه هو كذب، كذبوا افتراء وحيلة. فهذا راح لو تسمح لي أعطيك إحصائية، إحنا ما بنسمح نعطي إحصائيات، لو تسمح لي أعطيك إحصائية عدني مال الابتزاز اللي تفضلت بيها أنت. لا وايبي أعداد على هذا، أعداد هائلة، فهذا تدمير للأسرة بالكامل يعني. فأنصح رب الأسرة أولا بالذات الحفاظ على أسرته، ما يلتجي لهالطريق هذا، باب القانون مفتوح، باب المحكمة مفتوح. يعني هذا لو من البداية الرجل جاي للقانون كان الموضوع كل حاجة، كان بداية الموضوع أول ما رزيت أنت لو جاي إلي ومن نجي بالضبط، لو ماشي بالطريقة اللي وجهناه بها لا كان ما وصل للمرحلة هاي. إحنا بالبداية لما دزيناك قلنا لك واتصلنا بعقيد علاء وحماية الأسرة والطفل، أيوة. وقلنا دقيقة هلا دقائق غير صوتك، ورحنا وبلغناها وقلنا له يا سيد القائد وجهها انه هذا المواطن راح يجيك يشتكي. وقتها ليش ما اجيت اشتكيت؟ هاي واحد. اثنين، انت بعد هذا الموضوع ليش رجعت النوب الساحر ثاني اللي رحت لاحد المناطق البعيده عن بغداد وطيته مبلغ هسه اللي سولفنا قبل نطلع بالجو؟ ليش سويتي؟ ليش رحت هذا الساحر مره ثانيه؟ يعني دا اتعالج، يعني انا المرض هو بيه، ما حد يعرف الالم هو البيه، قلت اتعالج انا وعالج اهلي يعني حفاظا، قلت لعائلتي. شفت الوضع جاي سوء اليوم يعني واي ساء، واكثر شيء ساء الا اتجهت للقضاء بعد ما يعني تعبت، يعني هل تعبت. اريد منك فد رساله من عندك للناس اللي تمر بتجربتك، هسه هواي ناس مروا بهاي التجربه ما لجت للقانون، رساله من عندك انت لما جيت للقانون استفاديت شيء؟ حصلت نتيجة لما رحت لهذا الدجال الثاني؟ لا والله استفاديت القانون، بس من رحت اللي هي رايحة على هذا الشعوذة، وأنصح العالم يعني دير بالهم، يعني هاي كلها شعوذة
تخريب وتهجيم بيوت من حالة أسرة، يعني إحنا كنا أسرة آمنة يعني وسعيدة، يعني من دخلنا حطمنا هذا يعني فككنا كلها. يعني أنت شو تشتغل؟ والله أنا سائق كي يعني الحمد لله. وزوجتك عندها شهادة عندها شيء؟ لا لا ربت بيت ربت بيت. استخدمت الموبايل وهي صار؟ إيه استخدمت الموبايل وهي. موبايل. إيه استخدمت الموبايل عن طريق يعني التواصل الاجتماعي. تمام. هسه تقريبا حلت مشكلتك؟ إن شاء الله تقريبا. صحيح. إن شاء الله اتجهت على القضاء والحمد لله يعني القاضي يعني جاي يمشي بالإجراءات القانونية. تمام. أريد نحكي عن قضية أيضا مهمة، إنه البعض يغيب عقله ويفكر إنه بلجوء هاي المواضيع خصوصا يعني خصوصا أخواتنا النساء يعني عدد مو قليل من عندهم جاي يبتزوهم وجاي يستدرجوهم بهذه المواضيع. احنا شلون ممكن نقول لهم انه نقنعهم انه انت لما تروح لهذا الطريق ما راح تحصل نتيجه واحد، واثنين انه ممكن ايضا تكون عرضه لاجراءات قانونيه بحقك انت في الطريق غلط. شوف سياده العقل، احنا دائما نطلع محاضرات تربويه بالكليات بالمعاهد، وحضرتك شتيانه دائما نوجه محاضرات دائما يكون الاستعمال الموبايل بالطريقه الصحيحه. اوكي كلنا عندنا بنات واخوات وزوجات، عندك انترنت استعمله بالطريقه الصحيحه، ما نروح للشغلات غير صحيحه، صارت السلبيه وان وقعت بخطا فعالجه بالصح، عالجه بالصح بسرعه، لا تروح تهوى وتستمر الان توقع وبعد تشوف ماكو جدوى امامك. مثل الشخص قلت لك اللي تفضلت حكيت على الشعوة وعلى البرامج وعلى كذا، هم ابتزوه غير مره وابتزوه اكثر من مره وبعدين اتجه للقانون. فانصح الاستعمال الصحيح هو افضل. شفت نفسك وقعت بمطبات تلاحق نفسك للقانون بسرعه، توجه اقرب دائره مختصه لك. احنا دائما خطنا الساخن 139 معروف، ودوائرنا عندنا كرك وعندنا مصافه وجميع المحافظات نفس الموضوع اللي قبل هاجي انك بنات اثنين نفس الابتزاز ونفس الموضوع والشعوذه والسحر. وهاي قضيه ازوجك وما اعرف شنو اجيب هذا اربط الحبيب ما اعرف شنو السوالف مالتهم، هذه نصب والحس هاي نصب والاحتيال وهذه المواضيع، هي هذه كلها تقريبا هي مدخل لهذا الموضوع. هو شلون يدخل عليها من باب الاغراء، يا بزوجك صاحبك وفلوس وكذا وبعدين يطلع كله مو صحيح. تفني يوم سمعت الاثنين تزوجوا على ماكو هيك على الجيم. اقصد يعني اقصد انه ذول المشعوذين يقولها انه انت مثل قسمتك المشعوذين، وقلت لك اذا اعطيني مجال اعطيك احصائيه لا تمام، يعني مثل قسمتك تاخرت وانت اذا تجين هذا الطريق انه ممكن اعدل قسمتك. اجتني اول البارحه دزيت علي انت المشعوذه الثانيه، ام مشعوذ عن طريق منطقه مناطق بغداد، ام قالت لي انا يابا القسمه مالتي متاخره، قالها اوكي دزي لي الصوره مالتك وجيبي القطعه من ملابسك ما اعرف شنو تقول طيت هي، ورحت اسبوعين راجع بيه انه قال لي لازم تجين وحدك وطلب منها امور غير اخلاقيه، فاضطرت انه بتجي وين تجت لنا القانون وقد مشينا بالاجراءات وهم نصحناها، وجهنا رساله للاباء ورساله للمجالس البلديه القريبه على المكانات اللي صارت فيها الشعوذه، وصدرنا امر بالمشعوذ الدجال هذا وقيد التحقيق الاجراءات ان شاء الله. ردت تحكي اي استاذ، يعني انا وجهها يعني مثل ما انا غلطت او شو اسمه توجه انت قلت مثل انا غلطت، شنو الغلط مالك؟ والله أنا غلطت يعني ما توجهت رأسا للقضاء. إيه. ما توجه. ورحت الدجال ثاني. إيه رحت إنه بدأت أعالج يعني تأزمت أموري يعني الأسوء. إيه. سؤال، هذا الدجال الثاني اللي رحتوا له إيش سوى لك حتى يعالجك؟ مثلا طاق علاج طاق شنو؟ والله بس رقية بس رقية ومي، هذا مي عادي اشرب مي اشرب مي كل شيء كويس. إيه. رجعنا للبيت أخذته ورجعت للبيت. نوب توجهت الامور الاسوء يعني تعاركنا وهي تعاركنا بالبيت وطلعت هي اخذت ملابسها الساعه 12 بالليل وطلعت. اشكرك شكرا عقيل علاء. مؤلم جدا لما الانسان يوصل الى هذه المرحله السيئه من التصرف من خلال انه بيته ينهجم بسبب السحر والشعوذه وكذب المنجمون وصدقوا، ويدخل بدوامة إلها أول ما لها آخر ويصلح ساس وتفكير أنه هو صاير له سحر وهو مسحور وهو لازم يروح يتعالج، وأنه بيرجع يروح النصاب ثاني والنصاب الثاني يأخذ منه مبلغ من المال ويطي مي عادي يشرب مي عادي
ويصير هاي الإجراءات كلها بحقه وهو كانت حياته مستقرة ووضعهم طبيعي وعندهم أطفال. الآن الأطفال في جهة والأم في جهة والأب في جهة والبيت انترك وإجراءات وراحة وجاية، وهذه التفاصيل كلها تصير بسبب تصرف خاطئ. إحنا رسالتنا لبناتنا أخواتنا أمهاتنا، البعض في غفلة من الزمن أنه تروح للطريق الغلط أنه تفكر بالشعوذة والسحر وهذه التفاصيل والدجل، وهذه هذا الموضوع أولا مرفوض دينيا، مرفوض أخلاقيا، قانونيا تحاسبين عليه حساب عسير بسبب عدد مو قليل حاليا هم بالسجن سواء رجال أو نساء. وإحنا قبل أيام مثل ما نوهت ألقينا القبض على شخص عنده مجموعة من البيجات يدير بها قضايا سحر وتم إلقاء القبض عليه، وجدت الضحية لما جت تشتكى طبعا بعد ما ابتزها أخذ فلوس من عندها وابتزها وهددها بتصوير فيديو واعتدى عليها وذني كلها التفاصيل، بعدين ورا ذني كلهن يلا قررت تجي تلجأ للقانون لأن بعد ما عندها خيار آخر. احنا نتمنى لما تتعرضون لهيج موضوع سواء سيدة أو رجل تتوجهون للقانون حتى القانون ياخذ إجراءاته ويا هؤلاء الأشخاص المنحرفين المجرمين اللي يتجاوزون على العوائل اللي يهجمون بيوت الناس، ذولا كلهم غلط في غلط، بالتالي ابتعدوا عنهم حتى تكونوا في أمان. هذه رسالتنا وإن شاء الله رسالة توصل. نعم أحبتي، هذا ما يسمح بوقت البرنامج. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء كادر العمل، انتظرونا الأسبوع القادم ونداء آخر من نداءات قواتكم الأمنية ضمن قواطع المسؤولية ونقاط المهام. دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.